ازيكم؟ ازاي اقدر العب اغنية عن طريق السماع لو انا معيش النوتة بتاعت الاغنية دي، او لو انا مش بعرف اقرأ النوتة وعايز اطلع الاغنية سماعي؟ في الفيديو ده هقول لكم على طريقة كويسة للموضوع ده لو انا عايز العب اللحن بتاع الاغنية، او عايز العب الميلودي الاساسي في الاغنية، او الحاجة اللي المغني بيغنيها سواء على الفلوت او على اي آلة تانية. مش كل الناس بيبقى عندها القدرة ان هي تسمع حاجة فتترجمها لنغمات على طول، علشان كده الطريقة اللي احنا هنعتمد عليها دي هيبقى اول خطوة فيها ان احنا هنشغل الاغنية اللي احنا عايزين نلعبها جنبنا. هسمعكم دلوقتي جزء من اغنية كمثال عملي علشان نبدأ في التطبيق على طول، وهنحاول نطلع الجزء ده مع بعض واقول لكم هنطلعه ازاي. احنا هنسمع شوية كوردات في الأول، بعديها هيبتدي اللحن اللي هتلعبه الكمانجا، وده اللي احنا عايزين نلعبه على الآلة بتاعتنا. حاولوا تسمعوا معايا. الجزء الصغير قوي ده الكمانجا لعبت فيه 3 نغمات بس، فانا بدون ما يبقى عندي اي فكرة عن النغمات دي هي ايه، انا هشغل الاغنية دي جنبي وهحاول ان انا اخمن النغمة دي ايه. هبتدي بنغمة، اي نغمة ممكن تخطر على بالي، واحس ان هي لا مش هي دي النغمة اللي بتلعب، الصوتين مش زي بعض، فابتدي ادور على نغمة تانية. الاقي الصوتين مش زي بعض، احس ان انا النغمة اللي انا لعبتها اعلى شوية، فابتدي انزل لنغمة اقل منها، وهكذا لحد ما احس ان في نغمة اللي انا بلعبها دي بسمع نفس الصوت اللي طالع من التسجيل اللي شغال جنبي، هو نفس صوت النغمة اللي طالع من الآلة اللي انا بلعبها. لو انت حاسس ان الموضوع هيبقى سريع عليك قوي ومش هتلاحق لان الاغنية هتشتغل وتجري، في اختيار على يوتيوب وعلى معظم البرامج اللي بتشغل آلات بتشغل الصوتيات او الاغاني او كده، في اختيار ان انا اشغل الاغنية دي على سرعة اقل. فانا مثلا هشغل الاغنية دي على نص السرعة علشان يبقى عندي مساحة كافية من الوقت ان انا اجرب فيها نغمات، وهحاول اوصل لاول نغمة الكمانجة لعبتها هنا كانت نغمة ايه. تعالوا نجرب على نص السرعة. اكيد نص السرعة ده بيخلي الصوت مش طبيعي ومش حلو، بس بيخليه بطيء وبيخليه واضح كفاية لان انا اعرف النغمة اللي انا المفروض العبها هي ايه. طيب هجرب نفس المقطع ده من الاغنية مرة تانية، بس هجربه المرة دي على 3/4 السرعة علشان يبقى الصوت اوضح شوية. مع اول نغمة ما تبتدي هحاول اجرب نغمات مختلفة لحد ما اوصل للنغمة اللي احس ان صوتها هو ده صوت النغمة اللي في التسجيل، وانتوا حاولوا تلاحظوا معايا الموضوع ده. كده انا وصلت لأول نغمة المفروض انا العبها في اللحن او في الميلودي ده. بعد كده هبتدي اخمن وبنفس الطريقة يا ترى ايه النغمة اللي بعديها. لو انت خدت بالك من اللحن واضح ان النغمة الثانية اللي الكمانجة لعبتها اعلى من النغمة الاولانية، فانا هبتدي ادور في النغمات الاعلى واشوف انهي صوت فيهم هيطلع مظبوط مع الصوت اللي موجود في التسجيل. ممكن اجرب مرة لوحدي، يعني انا هجرب انهي صوت المفروض يطلع في النغمة الثانية. حاسس ان هو الصوت ده الصوت الصح. اجرب اشغل الاغنية تاني والعب النغمة الاولانية تاني اللي انا وصلت لها، واشوف الحاجة اللي انا خمنت ان هي دي صح ولا لا. اسمعها يا ترى الصوت هيبقى هو نفس الصوت اللي موجود في التسجيل ولا الصوت هيختلف. تعالوا نجرب في الاول بتخمين غلط، انا هخمن النغمة التانية غلط، وحاول برضو تسمع ازاي هيبقى الصوت مختلف، لان هي دي النقطة الاساسية اللي احنا عايزين نتعلمها، ان انا
ألعب نغمة وخليها تطلع نفس صوت النغمة اللي موجودة في الحاجة اللي أنا بسمعها حتى لو أنا مش عارف اسمها. أنا حريص دلوقتي إن أنا ما أقولش أسماء أي نغمات، لأن المفترض إن إحنا هنلعب الحاجة دي عن طريق السماع، مش هنلعبها عن طريق اسم نغمة معينة. تعالوا نجرب تاني مع نفس الأغنية دي، بس أنا هخمن المرة دي أول ثلاث نغمات صح، وهبقى بالطريقة دي إن أنا ابتديت أمسك الأغنية بتلعب نغمات إيه، بقى عندي فكرة عن النغمات الأساسية في الأغنية. تعالوا نسمع تاني وأنا هلعب تاني مع الأغنية الجزء الصغير اللي احنا ضربنا بيه مثال ده. هلعب المرة دي بالسرعة العادية مش بسرعة أقل. يبقى كده أنا عرفت إن الأغنية دي بتبتدي كده. أنا حبيت أديكم المثال الأول ده مع نغمة طويلة وواضحة علشان نتعود على الطريقة دي في البداية، لكن أنا مش همشي مع الأغنية نغمة نغمة، هيبقى موضوع ممل وهياخد وقت طويل قوي. علشان كده وعلشان ما أقعدش أجرب مع كل نغمة بتتلعب في اللحن، فأنا هسيب اللحن شغال جنبي وحاول أجري ورا اللحن ده بالنغمات بالطريقة اللي أنا عرفتها دي. انا هنفترض ان انا اول نغمتين دول انا قدرت اوصل لهم، فانا عندي دلوقتي نغمتين موجودين في الاغنية دي انا عارفهم. مش شرط دايما ان الاتنين دول يكونوا اول اتنين، لا، ممكن اسيب الاغنية شغالة جنبي واقعد اجرب في نغمات او في انتقالات لحد ما اوصل لنغمتين في نص اللحن او في نص الاغنية هما دول اللي انا حاسس ان هما صح، فبقى انا كده مسكت جزء من الاغنية. أفضل مشغل الأغنية جنبي على سرعة بطيئة وأحاول أجرب في النغمات لحد ما النغمتين اللي أنا مسكتهم دول سواء كانوا في الأول أو في النص يبقوا ثلاثة وبعد كده يبقوا أربعة، لحد ما أوصل لدرجة معينة إن أنا بلعب جزء كبير من الحاجات اللي بتتلعب في اللحن ده. الموضوع فيه شبه شوية مثلا من حاجة زي الكلمات المتقاطعة، إن أنا بنقي الجزء السهل منها أو ببتدي أدور على الحاجات السهلة فيها علشان أعرفها، وكل ما أعرف حرف من المربع بتاع الكلمات المتقاطعة ده كل ما بيسهل عليا المربعات الصعبة، أو ما كل بيقربني إن أنا كل حرف بيقربني إن أنا أحل اللغز بتاع الكلمات المتقاطعة ده. فكل نغمة في الأغنية أنا بقيت ألعبها صح بتقربني لأن أنا ألعب الأغنية أو اللحن كله على بعضه. الحاجات اللي انا مش عارفها هتبتدي تقل مع كل مرة اشغل الاغنية فيها جنبي واحاول العب. في حاجات انا عارفها فهلعبها خلاص زي ما انا عارفها وعارف مكانها، وبدل ما كان عندي 10 حاجات انا مش عارفهم كل مرة هيبقوا 9 و8 وهكذا. في حاجة كمان ممكن تساعدني وهي اخر نغمة بيخلص عندها الكوبليه او الاغنية. بنسبة كبيرة جداً آخر نغمة دي بتبقى هي الأساس اللي السلم مبني عليه، لأنه خلاص الأغنية بتنتهي عندها أو بنقفل عندها، ففي الغالب مش في كل الحالات دايما بتبقى هي النغمة الأساسية في السلم أو النغمة اللي السلم مبني عليها. فلو أنا عندي معرفة بالسلالم شوية وقدرت أوصل لآخر نغمة كانت إيه، أقدر أخمن بسهولة أكتر بقية النغمات هتبقى إيه. خلينا نفترض مثلا ان اخر نغمة كانت ري، فلو انا عارف الري ميجر ايه النغمات اللي موجودة فيه هقدر اخمن النغمات دي واحاول اجربها. لو انا عارف الري ماينر او عارف الكورد على الري هقدر اجرب كل واحدة من السلالم دي لان انا عرفت ان الاغنية دي مبنية على سلم ري، فانا هجرب سلالم ري حتى لو انا مش عارف المقام. مش شرط ابقى عارف المقام بوداني، ده مش حاجة اساسية، بس كوني اعرف
النغمة اللي مبني عليها السلم وكوني أعرف المقام دي حاجة هتسهل لي شوية إن أنا أخمن بقية الحروف اللي أنا مش عارفها في الأغنية. الطريقة دي ليها مميزات، إن أنا مش محتاج إن ودني تبقى عارفة الانتقالات بين كل نغمة والتانية، أو اللي بيسموها الانترفولز، مش شرط أكون أنا عارفها، مش شرط إن أنا أكون عارف المقام بتاع الأغنية اللي أنا بلعبها إيه، مش شرط إن أنا يكون عندي أي فكرة عن النوتة الموسيقية. أكيد طبعاً الحاجات دي هتساعد أكيد، لكن لو الحاجات دي مش موجودة ممكن بالطريقة دي إن أنا أقرب من اللحن اللي أنا عايز ألعبه. تاني ميزة حكاية إن أنا بشغل الأغنية جنبي، دي حاجة بتساعدني جداً. لو أنا سمعت جزء من الأغنية وقعدت لوحدي كده أجربه، ممكن أجرب ألاف المرات وأنسى وما بقاش عارف اللي أنا عملته ده صح ولا لأ. فكوني بخلي الأغنية تفضل شغالة جنبي بيفضل دي حاجة سنداني وزقاني، لأن الأصل موجود على طول جنبي وبيساعدني على طول وبيلحقني لو أنا وقعت أو نسيت. أكيد الطريقة دي برضو مش هتخلو من حاجة فيها صعوبة شوية، وهي إن التسجيلات الأصلية بتاعة الأغاني مش دايما بتبقى ملعوبة على سلالم سهلة. لما أغنية بتتسجل عشان تنزل في فيديو كليب أو تنزل كأوديو رسمي للأغنية دي، بيبقى فيه التسجيل في استوديو وآلات كتيرة وتجهيزات كتيرة وتعديلات كتيرة وبيبقى لها حسابات تانية كتيرة، فممكن تلاقي الأغنية ملعوبة من على سلم مش مشهور. فلو انت مثلا شغلت الكليب الرسمي او الاساسي بتاع مثلا اغنية تلات دقات، نقول التلات دقات في الكليب الرسمي ملعوبة من ماينر ريديز. ماينر ريديز ده ماينر صعب شوية او استخدامه قليل، لان في ست علامات تحويل، في ست ديزات، فمش ناس كتيرة بتتمرن عليه او عارفاه. فلو انت حاولت تطلعه من الكليب الرسمي، حاولت تطلع الاغنية من الكليب الرسمي، يبقى صعب عليك انت تخمن ده ريديز لانه مش سلم مشهور. فلو انت اتبعت الطريقة دي هيبقى الاحسن ليك ان انت تدور على الاغنية في تسجيل من حفلة. فلو في حفلة الموسيقيين بيلعبوا فيها لايف، هيبقى صعب او نادر جدا ان هم يلعبوا الاغنية من الريديز، لا هيلعبوها من الريل اللي كل الناس بتلعب منه. أكيد طبعاً موضوع إن أنا أطلع أغنية عن طريق السماع ده هيبقى صعب شوية في الأول، لكن زيه زي أي حاجة في الموسيقى مع التمرين هيبقى الموضوع أسهل وهيبقى ممتع أكتر. أتمنى إن أنا أكون قلت لكم حاجات مفيدة في الفيديو ده. لو في حاجة حاسين إن هي صعبة أو مش ماشية معاكم أو ليكم أي سؤال، ياريت تسيبوه في التعليقات وأنا هرد عليكم. أشوفكم مرة تانية. باي باي.